did we leave the fate of our world to chance? It's Grindelwald. The time is close, my brothers and sisters. The world as we know it is coming undone. If we're to defeat him... Dumbledore, should I give you something, Jacob? With or without you, I'll burn down their world. Husky. My pleasure. Do you really intend to turn your back? Yeah. Came in 17. Damn. السلام عليكم، معكم قناة سينما وبس. هتكلم النهاردة معكم عن الفيلم المنتظر بشدة فانتاستيك بيستس، الجزء الثالث وسلسلة جديدة مكملة من هاري بوتر. بعد انتهاء سلسلة هاري بوتر 2011 تم مصدور فيلم منفصل عن سلسلة هاري بوتر تحت عنوان فانتاستيك بيستس اند وير تو فايند ذيم، اللي نزل عام 2016 بعد النجاح تم مصدور جزء تاني بمشاركة جوني ديب، وكان المفروض انه يظهر في الجزء الثالث اللي بنعمل المراجعة عليه حالا، بس بسبب خلافات بينه وبين زوجته السابقة واتهامه بضرب زوجته قررت الشركة عدم وجوده في الجزء الثالث واستبداله بماديسون ميكسلن. الفيلم بطولة ماديس ميكسلن وايدي ريدماين وجود لو وكاثرين واترسون، ومن اخراج ديفيد ياتس. قبل ما نبدأ بس ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك عشان نوصل لخمسين لايك، وتعملوا اشتراك للقناة عشان نوصل لألف مشترك. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا وبيحكي باختصار وبدون حرق في محاولة لإحباط خطط جريندلوالد للسيطرة على العالم والسحر والحكم على جميع الكائنات غير السحرية. قام ألبس ديمبلور بتجنيد تلميذاته السابقة نيوت ساكاماندر اللي بتوافق على المساعدة على الرغم من أنه لا يدرك الأخطار اللي بتنتظرنا. بيتم رسم الخطوط، كمان بيتم اختبار الحب والولاء حتى بين أصدق الأصدقاء والعائلة في عالم ساحر متزايد، ومن هنا بيبتدي أحداث الفيلم. الفيلم قدم مشاهد روعة وإخراج مميز في مشاهد الخيال العلمي، بيأسرنا أن ماديسون على الفوز بدور الشرير. مش من السهل أنه بيكون الشرير الجديد في عالم هاري بوتر بعد طرد جوني ديب، ومن رأيي عارف يقدم دوره بشكل كويس. كمان كان عليه ضغط عشان كان في مقارنة بينه وبين جوني ديب. في حاجة حلوة في الفيلم عجبتني وهي ظهور المدرسة السحرية اللي كانت في أفلام هاري بوتر، كانت حاجة حلوة زي المشاهد اللي كانت فيها المطاردة كانت حلوة وعملوها بشكل حلو مع الفانتازيا الجميلة، مع ظهور شرير له أهداف قوية أثرت في أحداث الفيلم، مع شخصية الممثل عزرا ميلر اللي لعب دوره مش كبير في الفيلم بس كان دور مهم وأثر في أحداث الفيلم. وخلاصة الكلام، الفيلم حلو وحاول يقدم جزء مليء بالمفاجآت ممكن تعجب بعض الناس وناس تانية ما تعجبهمش، مع ظهور حبة حبكات في الفيلم حلوة مع غياب جوني ديب أثر على الفيلم، بس الفيلم كان ممتع وحلو وهيعجب ناس كتير. والجزء التالت تحسن عن الأجزاء اللي كانت قبل كده بس في عيوب في القصة وحبة مشاهد ما كانتش حلوة، وتقييم الفيلم هو 7.5/10. بس كده، وده كل اللي عندنا، وانتظرونا في المراجعات القادمة ان شاء الله. ولو عجبك المحتوى دوس لايك واعمل اشتراك وفعل جرس التنبيه علشان يوصلك كل جديد.